وينضم إلينا هاتفيا فضيلة الشيخ سامح عثمان من علماء الأزهر الشريف. برحب بحضرتك. أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك يا فندم، كما أرحب بالسادة المشاهدين. كل عام وحضرتك بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، يعني وكلمة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب أكد فيها على أن الرسالة المحمدية تنفرد بأنها رسالة عامة تتخطى حدود الزمان والمكان، كما أنها رسالة خاتمة. يعني نريد شرح لهذا الكلام بشكل مبسط للمشاهدين في هذه الذكرى العاطرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، بداية اسمح لي أنني يعني أقول للشعب المصري جميعا كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. حضرتك تعلم كما ذكرت جيدا أن الرسالة المحمدية إنما هي رسالة عالمية لم تقتصر على زمان ولا على مكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين للمسلم وغير المسلم. والإسلام كما تعلم إنما جاء من أجل إسعاد البشرية. صحيح. الإسلام جاء من أجل أن يبني ولا يعم ولا يخرب. جاء الإسلام من أجل أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، ووضع قوانين إلهية تضمن للبشر جميعا حياة سعيدة آمنة مطمئنة بصرف النظر عن لونهم وعن لغتهم وعن ثقافتهم. فالسعادة في الإسلام وفي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على أن الإسلام عالمي نجد أن الأنبياء السابقين قد بعثوا إلى أقوام معينة فكانت رسالتهم محلية، أما رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فهي رسالة عالمية. إنما نراه الآن ما يحدث للبشرية من بعد الأخراب أو الدمار، إنما هذا راجع عن الانصراف عن منهج السماء وعن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. فلو اتبعنا الإسلام وطبقنا منهج النبي العدنان لعاش الناس جميعا في أمن وأمان، ما وجدنا اعتداء على الآخرين وما وجدنا ترويع الآمنين، لأن الإسلام يحث على حفظ الدماء ويحفظ الدماء ويدعو أتباعه إلى نشر السعادة والنور المحمدي بين الناس جميعا. فكما تفضل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بيّن أنه لا أمان لنا ولا سعادة لنا إلا في التمسك بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بالفعل هو قال إنه قوانين البشر هي السبب في تعاسة الناس، يعني هذا معناه إنه الناس بعدت عن القوانين الإلهية التي أنزلها الله على الأنبياء لكي تحكم التعاملات بين الناس وتحفظ لهم الأمن والطمأنينة والحقوق. نعم. إلى أي مدى بترى ذلك يعني متمثل في عصرنا الحالي في العالم كله، البعد عن القوانين الإلهية والاحتكام إلى قوانين البشر؟ بمعنى آخر يعني هناك تغيير أو محاولة لتغيير في ثوابت كثيرة أنزل الله عز وجل، والذهاب بالبشر إلى قوانين أخرى يمكن بالفعل أنها تسبب تعاسة للناس. أهمية العودة من جديد إلى ما أنزل الله عز وجل. والله يعني هذا كلام طيب من الدكتور أحمد الطيب، لأن القوانين البشرية إنما وضعها بشر. نعم. والبشر بحكم طبيعته عقله قاصر، فما يراه النهاردة اليوم صحيحا قد يراه في الغد غير صحيح، وما ناسب البشرية في مكان لا يناسب البشرية في مكان آخر. فالقوانين الوضعية إنما هي قوانين قاصرة وقد تكون يعني موجهة لأناس أو لخدمة أناس معينين، أما القوانين الإلهية فإنما هي للبشر جميعا. فلا سعادة ولا طمأنينة ولا حياة سعيدة إلا بالتمسك بالقوانين السماء. طيب كيف يمكن الموازنة فضيلة الشيخ بين التمسك بقوانين السماء وبين مواكبة العصر وضرورات ومستحدثات العصر من خلال تجديد الخطاب الديني؟ حضرتك تعلم أن رسالة الإسلام رسالة عالمية. والقوانين الوضعية إذا كانت موافقة للبشر وكانت إذا كانت موافقة للقوانين الإلهية وتؤدي الغرض الذي من أجله
يعني نشر الإسلام أو من أجله بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الحفاظ على النفس، وهي إعمار الأرض، عبادة ربنا سبحانه وتعالى، إسعاد البشرية، فلا حرج في ذلك إذا كان يعني له سند من الشرع. أما القوانين التي تبتعد عن الشرع أو تخالف الشرع فهي قوانين لا تؤدي إلى سعادة، وإنما تؤدي إلى أمور لا يحمد عقباها. نعم، طب يعني ما الحل من وجهة نظرك في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم حاليا بالاحتكام إلى السيرة النبوية والاستلهام من دروس هذه السيرة؟ أنت تعلم جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى دولة، وعندما ذهب إلى المدينة المنورة لم يحد أهل المدينة على العرف أو على الانتقام من أهل مكة، وإنما دعا إلى الأمن ودعا إلى السلام، وقال أول كلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس أطعموا الطعام وأفسوا السلام وصلوا الأرحام تدخلوا الجنة بسلام. وعمل دستور المدينة صلى الله عليه وسلم، هذا الدستور شمل المسلم وغير المسلم، الكل له حقوق والكل عليه واجبات، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم راعى الديانات الأخرى ولم يعارضها، وإنما وفر لهم الأمن والأمان والحماية. ولما حدث بدر أو مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم أو للإسلام حدث يعني معاقبة هؤلاء. فالإسلام ودين الإسلام إنما هو السعادة، كل السعادة باتباع قوانينه، باتباع تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدين صالح لكل زمان ومكان، وما يحدث من تطورات جديدة إنما لها أصل في الإسلام يقاس عليها، هل هي مخالفة أو موافقة للإسلام أو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح، يعني بالتأكيد الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيسعى إلى البناء، وكان يواجه مع ذلك الشائعات والكثير من التشكيك من جانب أهل الشر. يعني إذا طبقنا ذلك على أرض الواقع بنجد أن هناك تشكيك ومحاولات للهدم وفقد الثقة بين القيادة والشعب من أجل زعزعة استقرار الدولة. كيف يعني نتمسك بمقام به النبي صلى الله عليه وسلم من التزام بالقيم والإيجابية والسعي إلى البناء والتطور والتحضر وإعمار الأرض؟ وحضرتك الشائعة لابد لها من مصدرين، المصدر الأول من جهة الحكومة أنها تقوم بذكر هذه الشائعة وتفنيدها والرد عليها. نعم. المصدر الثاني من جهة الشعب لابد أن يتثبت من الأخبار، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فلا بد من التثبت، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فلا بد من التثبت عند سماع الأخبار، ولا بد من الرجوع إلى المتخصصين حتى نقف على أرض صلبة، وحتى يعني يكون لنا دور في هدم أي أفكار تريد أن تهدم المجتمع، وفي صد أي أفكار تريد أن تهدم المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدم الشائعة في مهدها. صحيح. يعني في إحدى الغزوات لما أذيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من فوره ونادى بأعلى صوت وقال: أنا النبي لا تذب، أنا ابن عبد المطلب. فلا بد من وأد الشائعة في مهدها، لأن أخطر حرب على البشرية الشائعة أو صحيح. الحرب المعنوية. صحيح، أشكرك فضيلة الشيخ سامح عثمان أحد علماء الأزهر الشريف.